مشاهدينا مرحبا واهلا وسهلا فيكم في جوله مونديالية جديده. جولتنا اليوم راح نغطي فيها من الملعب مباراه بولندا والسنغال، ومن منطقه الجماهير مباراه المنتخب المصري مع المستضيف المنتخب الروسي. خلينا نشوف شو مستنينا. معانا إبراهيم من المغرب. إبراهيم، تحدثنا عن أداء المنتخب المغربي في أول مباراة أمام إيران. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المنتخب المغربي كانوا عندنا محاولة التسجيل، للأسف ما استطعنا نسجلوا، خدينا هدف آخر دقائق من المقابلة. مقابلة ديال البرتغال نعرفوا المستوى ديالو، يعني هو بطل أوروبا. حنا إن شاء الله عندنا ثقة في المنتخب ديالنا، قدموا لنا مقابله في مستوى ان شاء الله بحول الله. محمود، رأيك بعد أول جولة لأربع منتخبات عربية، أربع خسائر؟ والله أربع خسائر هي كانت كتير صعبة لكل منتخب بحد ذاته، بس نحن يعني منضلنا على طول لو حتى خسروا، يعني منتمنا نشجعون بما أنه نحن عرب بالنهاية بنحب بعضنا. إن شاء الله على طول كل العرب يحبوا بعضهم، وإن شاء الله بنتمنى لهم كل خير. توقعاتكم المغرب مع البرتغال؟ هو شوف ما في جوائز، بس نعرف توقعاتكم. والله بتوقع 2-0 للبرتغال. برتغال المغرب، مع كل محبتي للدون سي ار 7 كريستيانو رونالدو، احنا نريد نشوف فريق عربي بربح. الاحتياطات البرتغال راح تغلب، بس احنا نتمنى 1-0 للمغرب ان شاء الله. 3-1 للبرتغال. البرتغال المغرب شوي صعبين، بس انا عندي احساس راح تكون تعادل او مباراه مسكر شوي، لانه دفاع المغرب كثير قوي. والله المغرب البرتغال ماتش صعب، ما بقلك لا منه صعب، بس المنتخب المغربي عمل يعني بصراحه لعب كثير حلو اخر شيء، بس بالنهايه شانس، يعني ما حالفهم الحظ. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية جولة جديدة من جولاتنا، جولة للأسف شهدت خسارة المنتخب المصري وتوديعه للبطولة. نتمنى التوفيق لباقي المنتخبات العربية في مبارياتها، وبنرجع بنلتقي فيكم بكرة بنفس الوقت، ومع السلامة.